عايز اقول ان احنا مهمتنا ككلية حربية تخريج ضابط مقاتل على اعلى درجة من الاحترافية والعلم، وبأكد العلم، لان ده السبب الرئيسي اللي احنا انتقلنا عشانه من الكلية الحربية للأكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية. بس كده لا، ده هو ذو فكر إبداعي خلاق يساعده في إن هو يحل مشكلاته العملية اللي هيواجهها طول فترة خدمته بالقوات المسلحة. بنشكل له ثقافة وعي وإدراك طول فترة دراسته في الأكاديمية في خلال ال4 سنين، عن طريق إن أنا ببني شخصيته العسكرية من أول ما بيخش كطالب لغاية ما بيتخرج. القوات المسلحة بتهتم جدا بالطالب من ساعة ما يخش الكلية لغاية ما بيتخرج، لأن الضابط اللي متخرج أو الضباط المتخرجين زي الدفعة 118 بيمثلوا القاعدة الأساسية للبناء الهرمي للقوات المسلحة. فاحنا بنشتغل على الطلبة دول بطريقة لا تتخيلوها. ليه؟ أنا ركائز الحرب الحديثة خلتني لازم أعمل كده. هي إيه ركائز الحرب الحديثة؟ الاعتماد على النوع وليس الكم، إذا كان في الأسلحة أو الأفراد أو المعدات. الموضوع دلوقتي مش موضوع أنا عندي كم دبابة أو عندي كم فرد، لا، أنا عندي دبابة نوعها إيه، عندي الفرد تدريبه عامل إزاي، ده المهم. أنا عندي لازم أعتمد على الأسلحة الذكية والأنظمة المتطورة لتحقيق أقصى قدرة من النيران، لازم. طيب الطالب بياخد الكلام هنا، بياخد الكلام ده هنا. الاعتماد والتوسع في استخدام القوات الجوية والضربات الصاروخية، الأنظمة الحديثة المتطورة اللي موجودة في وسائل الاتصالات. الطالب بيدرس كل الكلام ده هنا ليه؟ عشان المعلومة. أنا من غير المعلومة معرفش أحارب، معرفش اروح فين، معرفش اضرب مين، ما اضربش مين. لازم الكلام ده كله لازم يكون موجود. الطالب بتاعنا احنا بنتعب فيه عشان لازم يكون عنده تغيير، واحنا غيرنا في سلوك الطلبة من حيث التفكير، يعرف يفكر ازاي، يعرف يحلل ازاي، يعرف يستنتج ازاي، يعرف ياخد قرار ازاي. طب ليه انا عايزه ياخد قرار صح؟ طبقا للأحداث المحيطة به، طبقا للإمكانيات اللي متواجدة أو متوفرة عنده، ياخد قرار سليم، قرار منطقي. لازم القائد بتاعنا أو الضابط الصغير بتاعنا اللي هيتخرج من هنا لازم يكون فاهم إن هو لازم يكون عنده القدرة على التأثير في الآخرين، هيأثر فيهم إزاي. لازم هو يبتدي بنفسه، فبشكل عنده كده ثقافة معينة بتبتدي من أول ما يخش الكلية لغاية ما بيتخرج، زي الدفعة إن شاء الله اللي هتتخرج الدفعة 118.